انا ياسر محمد عبد الحميد، مشرف قطارات مضايق محطه اسماعيليه. اللي حصل يوم الحادثه ان في قطر غلق، انا واقف على رصيف 2 مستني قطر جاي من بورسعيد ركاب، لان المسافه من اسماعيليه لبورسعيد خط مفرط مش مزدحم. القطر بتاع غلا خزر على رصيف 2، وفي القطر اللي جاي من بورسعيد ده وصل. القطر ده بيقف في محطه اسماعيليه، بيوصل الساعه حوالي 12 ونص او 1 الا تلت، وبيتحرك من اسماعيليه الساعه 11، بيروح لحد بنها، يعني بيعدي على الزقازيق. الاب ده كان رايح تقريبا ابو حماد او الزقازيق، ده اللي عرفته بعد كده. نزل من القطر عشان يروح يركب في قطر تاني طالع لحد القاهره من رصيف 3، برضه هيعدي على الزقازيق، فهيمشي قبل القطر اللي على رصيف 1، هيمشي الساعه 1 الا تلت. واحنا قلنا قبل كده التاني بيمشي الساعه 11، فهو حب يختصر الوقت، نزل من القطر ده عشان يعدي يركب القطر اللي في رصيف 3. في انا فاكر انا مش متحدث رسمي باسم هيئه قوميه السكه الحديد مصر، بس في لجنه اتشكلت من السكه الحديد وفرغت الكاميرات وفرضت غرامه 50 جنيه. بالنسبه للناس اللي بتقول الغرامه دي قليله، يا جماعه هي اللائحه بتقول ان غرامه العبور سكه، غرامه العبور من مكان غير محدد ليه في المحطه، يعني من مكان غير محدد للمشاة او العبور منه، هي غرامتها 50 جنيه. فهو محكوم بلائحه وطبقها. نتمنى الغرامه دي تتخلص عشان خاطر يبقى في التزام اكتر من كده. الناس اللي بتقول دي مسؤوليه المحطه، اقل قطر بيوصل المحطه يبقى 10 عربيات، العربيه بتشيل 88 فرد غير اللي واقف، انت بتتكلم في 1000 فرد بيكون واقف على الرصيف. انا مش ما ما مش انا بقى، لان ده مختص بالقضائي، هو مش هيقدر يحكم 1000 واحد، يعني مش هيوقف عسكري مع كل واحد، او مش هيوقف امين شرطه جنب كل واحد. فيعدي يركب القطر اللي في رصيف 3، نزل من باب المخالف للقطر الركاب اللي على رصيف 1، ما نزلش من الباب اللي ينزله على الرصيف، لا لازم من الباب اللي ينزله على السكه المواجهه، السكه المواجهه هيوقف عليها قطر الايه؟ الغله. هو نزل ولما لقى قطر الغله واقف افتكر ان هو مش هيمشي دلوقتي او لسه واقف شويه، قرر ان هو يعدي من تحت القطر. هو عدى هو وبنته، يا دوب بنته وصلت الرصيف ما لحقتش تعدي، هو كان في ظهرها، القطر اتحرك، البنت صوتت وقعت. بعد القطر ما عدى كان البنت مغمى عليها، معرفش هي وقعت مغمى عليها ولا هي وقعت واغمى عليها اثناء مرور القطر. والاب نام فوقيها ولمها على قدر الامكان جنب لما نفسه وهي قدر الامكان جنب الرصيف، والقطر عدى بسلام والحمد لله عدت على خير. ما تعرضش حياه حد للخطر، خليك دايما مسؤول عن نفسك. لو انت هتعمل شيء غلط، مع ان ده غلط، اعمله لنفسك، لكن ما تعرضش حياه حد تاني للخطر معاك. عايز الاعلام، كلمه الاعلام لازم يكون محايد، دي لازم تتغير. لان كان في فيديو اتعمل للولد اللي قال له انت ليه بتصور الواقعه؟ اللي قال ازاي جالك قلب تصور؟ قال له كان لازم اصور الاهمال. كان المفروض هو يرد يقول فين الاهمال؟ اب بيعدي من تحت القطر وهو اللي بيصور قال ان هو كان بيعدي من تحت القطر وهو واقف، يبقى الاهمال كان فين؟ انا مش فاهم. كان المفروض الاعلام يرد هنا. ده تمني او ده رجاء شخصي، يعني عشان محدش يقول ان انا يعني بلزم حد بحاجه، انا بقول ده رجاء شخصي، ان الاعلام لازم يكون مش محايد، لازم الاعلام يدافع او يشوف الصح فين ويقف جنبه.